السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما وعدتكم ان انا الفيديوهات اللي جايه دي توعيه لتقويه جهاز المناعه، لان هو الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا كنوع من انواع السلاح اللي انت بتكافح بيه المرض. فانا جيت الفيديو ده مخصوص عشان اكافح فئه اخواتي المدخنين، سواء سيده او راجل او ست او طفل حتى بادئ تدخين، لازم ياخد القرار فورا ان هو يوقف سجاير. وده ليه؟ لان اصلا اكتر ناس مصابين بفيروس كورونا هي اكتر ناس فئه مدخنه، اكتر ناس عرضه للاصابه بالمرض ده. ودوت ليه؟ لان حضرتك اصلا مش بتستنشق النيكوتين بس، انت بتستنشق النيكوتين بلس مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه دي بتؤدي الى ترسبات حويصلات هوائيه في الرئه، وبتؤدي الى التهاب رئوي. فانت على طول رئتك على طول في حاله من حالات الالتهاب وبشده. وبما ان الفيروس الكورونا كوفيد 19 بيهاجم الجهاز التنفسي وبعنف شديد، لازم تاخد موقف اتجاه الاقلاع نحو التدخين. انا مش طالع الفيديو ده عشان اخوفكم، انا طالع اقول لكم ازاي تحاربوا الفيروس بعلم وبثقافه. الفرصه وجات لحد عندك اهو، خد القرار وبطلع عشان خاطرك انت، وعشان خاطر عيالك، وعشان خاطر اسرتك. ما تترميش نفسك في التهلكه. انا عارف ان القرار صعب، ولكن انا هقول لك الاسباب اللي ممكن تبقى انت عرضه لاكثر امراض، مش شرط فيروس كورونا فقط. فيروس كورونا فتره هتعدي، وحكومتنا والعالم كله هيسيطر على المرض، ولكن ما بعد بقى ذلك انت لازم تخلع من السجاير عشان تقوي جهاز مناعتك. لازم جهاز المناعه عندك يبقى عالي طول ما انت بتدخن، طول ما انت عندك ثلاث حاجات واطيين: فيتامين سي واطي اللي انا قلت عليه في الحلقات، وعندك جهاز المناعه عندك واطي لانك انت على طول في حاله من حالات الالتهاب الشديد، وعشان كمان مضادات الاكسده في دم حضرتك منخفضه جدا، ومضادات الاكسده اللي منخفضه جدا في دمك دي هي اللي ممكن تحميك من الامراض. فارجوك خد القرار وبطل سجاير، خد القرار وشير الفيديو دوت لغيرك عشان خاطر يبدا يبطل سجاير. السجاير هتؤديك الى نقطه سودة، فانت لازم تاخد الموقف اتجاهها. صدقوني الناس اللي هي مدمنه سجاير ديت لازم تاخد الخطوه، يا اما تقطع مره واحده، يا تقطع بالتدريج ثم مره واحده. لازم ياخد القرار. الموضوع صعب في الاول، انا عارف ان هو صعب، ولكن انت ان شاء الله في ظل انك انت عايز تحمي نفسك وتحمي صحتك هتقدر ان شاء الله توقف سجاير، وتبدا ان شاء الله تتعوض باللب السوري، بتعوض بالمكسرات، تعوض بشرب الميه، بشرب الشاي، القهوه، النسكافيه، لكن ما تجيش جنب السجاير ولا حتى العصاير، لان كتر السكريات برضو هتضعف لك المناعه. فانت لازم برضو ما تعالجش حاجه وتسيب حاجه، فلازم حضرتك تبقى واعي لكل اللي بيحصل. ابدا وبطل تدخين، وما تنساش تشير الفيديو دوت لغيرك عشان غيرك اخوك المدخن يبدا ياخد الخطوه ويبدا يبطل سجاير. واخر نصيحه، اوعى تحبس نفسك جوه علبه السجاير، اوعى تبقى عبد للسيجاره. ارمي السيجاره وتخلص منها قبل ما هي تتخلص منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.